وزارة الصومالية حمزة عبد البراء أيها همين كلابات كهوين أيها مقالة بيدبا عاصمة كونفر قلبين وعانا كل مكلا دوان ولي يشي ساعده اللي صور دافاي قولها وزيرة اي كونفر قلبين وضياش دغن كي يملحوين اللفت قرين واي كوالا حلين حال كسياسة دي الصومالية يطب شادة دادك اي دولد قبلات كونفر قلبين اي كقبان دولد الفدرالي اي الصومالية تعاسو اي شاقين دادك الرب بيدبا اي لكل من بيكسي قبيل مد دولد اي دو اي هرمود كا هايين جالك مدحوين حاسر شيل السياسة دا إياها يبتها ما اللي مدى إسنين تي واحد مقالة دا بايدابا كلها بتي مدحوينها كونفور قلبيد عبد العزيز حسن محمد لفت قرين وتشيريو خطبات وكلها اللي داد كرير كونفور قلبيد وقونا الجوابة يدنا عيكا لدوان أو مقدشي سيابة كالدوان وقاها اللي كي تهزي كدب نحال كاي أسكو بدلي هيرو اللي بسادة مدحوينها صومالي حسن الشيخ محمد وعانا كوركو عيح يصد اللبضة دينا وربحين دموع عنكو إيقنا وفد قرير الزارها إيه تقي مقالة دا بايدابا أوفر ريما إزديدان قد بيه شغاله وسعه تم دحوينه حسن الشيخ يكو ادن قاب كو وجهه يلا فتقران يا شراركي بيدبا كغب سومايه هل ديارد لبو وفدي يلا بحسن الشيخ او بيدبا تقيا معلمدي اربعادي وحا مقالده بيدبا كدغي دياره سي دوفد او هغان او هر وزير حمزه عبد البره وعقيب كهات الياسر دونك الصومالي عبد الله محمد علي سمبلوشي وفدي قا يا جندهود لو شيغين اي دجيان حصه كدخلاتاي تبشدا يا بيكس غرير كوفر قلبيد اي شيغيان ادن عفيل الصومالي كيميدا لفت قرين إن لله الله أي سوء جيديا وحانا الشيقان إن الديارو هنا وحكا قبتان لما أنت ذا اللذا يتبشر ريركم فرق البيت أي سوء جيديين كلنك يقوه الرئي وحالين كبادن اللي حساعة دودو سعودي لفت قرين يا حمسة وهي سيقار اسكوار كان وحي لبضا دناعك هاللين وحانا صوب بحدا يوفدي قرين الوزاروه أي سكو لقون هاين برساء أي سكو أجيد دقا هاين وذا هذا الكل لبضا نين إي حمسة إيا لفت قرين وساعة دقاتي وحاو كسو إلا دي قلن كدن بيئ حالي أيضا أن نتيجة ما يسترين لقارين waayir kadib markii uu soo dhamaaday kulanka lafta garan iyo xamse taliyaha naba suguuday ayaa markii loo tagay madaxweynaha koonfur galbeed waxaanu codsadeen wada faristaan isaga iyo madaxweynaha waxaanu sanbalowsho dhigay lafta garan in taliyaha niisa yahay qofka dhabta ee madaxweyne xasan sheekh ku matari kara wada hadal kasta oo lala galay koonfur galbeed madaxweyne xasan sheekhna uu ka sidoo fariimaha ay tahay in labada dhinac ay ka wada hadlaan dhankiisa madaxweyne lafta garan ayaa ka cod u daartay inuusan wax wada hadal ka badan salaan lala galayn taliyaha naba suguuda ما دام هو الحاجات سعادة بدن قاتلة يشير رزاري حمسة بره وقفك قوس الرئي أو حكومة دا أي سنة شرين سببك لأ أو تليع عيدان ولفريستو بدلك هلك هو قوس الرئيزة رزاري حكومة دا وتبشي دي سوق بيئي أرقم كلاشوا وقور السي عسر الله دي سي وكويا لما قال هذا النيروبي قارهان حافظ دا كلاشوا وقور لا أديك يدا أساسيقا هذا بحدي عدنين نيسوين هذا مقال هذا النيروبي أدقور كيبستو نقال صحرير تليفون هذا الشاشة دا كوران كلن كلفت قرين iyo sanbalowsha ayaa ku dhamaaday kala heesho waxaana deegaankiisii dib ugu laabtay taliyaha niisa saaka xilli hore ayuuna agaasimaha nabadsugidu diyaarad gaar ah oo muqdisho ay ku celisay dad xoogaal ah ku sugan bay dhaba ayaa xaqiijiyay in taliyaha niisa uu dhibsadeen shirka laga saaray fiidkii hore mar kalena uu ugu lafta grand diido inuu si gaar ah u wada fariistaan inta aan la gaarin farinta uu sida lafta grand inta aan la gaarin farinta uu sida sanbalowshe waxaa ka soo baxay dhinaca madaxweyne xasan sheekh oo diyaarad wada saaray laba wafdi oo laba farin kala sida waxaa dhaqan kani tilmaamaya in heshiiska xamse uu ka soo qaaday lafta garen uu yahay mid kala dhiman maadaama aan la furin galkii uu sanbalowsho siday ee keenay saaka subaxnimadii hore inuu dib ugu laabto caasimadda soomaaliya ee muqdisho baydhabo waxaa ilaamika lagu heshiiyey kulankii waqtiga dheer ee qaatay ee dhex maray lafta garen iyo wasaaraha soomaaliya waxaa ka dhacday dood aan labada dhinac isugu aad isugu soo dhowaan lafta garen ayaa miiska keenay inuusan aqbalsanayn wixii muqdisho ka soo fulay waxa uu keenay miiska laba qodob oo kala in dowladda federaalku ku aamini karo oo kaliya tan koobaad waa in xukuumadda xasan sheekh laga saaro wasiir ka san xukuumadda federaaliga oo ka soo jeeda deegaan doorashooda koonfur galbeed isla markaana isaga wax laga weydiiyo wax kasta oo ku saabsan arrimaha fulinta xilalka la magacaabayo iyo cidda wasiir ka noqonaysa xukuumadda xamse ee koonfur galbeed ka soo jeeda iyo talabaad in wax kasta oo maamulkiisa ku saabsan aan loo gacan dhaafi karin lafta garan waxa uu miiska keenay liis eedaha oo xujooyin cadcad wata kuwaasoo ka soo fulay dhanka fiila soomaaliya wasaaraha soomaaliya ayaa ka dalbaday madaxweynaha koonfur galbeed inuu doodan la tago miiska wadahadalka ee madasha ee muqdisho kana qayb galo kulanka hogaamiyaasha dowlad goboleedyada iyo dowladda federaaliga loo ballansan yahay 20-ka bishan uu ka dhaco magaalada muqdisho halkaana lagu soo afjaro wax kasta oo kala tabasho laba dhinaca madaxweyne lafta garan ayaa ku celiyay dadka reer koonfur galbeed ee uu hogaamiyo uusan heshiis baydhabo ka baxsan u qaadeen kala heshiisada labada dhinac marka waxaa sarkay saaka oo shuruudaha koonfur galbeed ka imaanayaan xubno kala duwan way ka mid yihiin odayaasha dhaqanka iyo xubnaha golaha wasiirada
ويانا تبشو ده جيريه انت بدان وده حدالله ده سومالي ده وحاكسو بحا حدالله ديگال هانا قروح بدنه وحانا لقالاسا ورال لقوسليو فسرهان ناهين لقاري هشيز وانا دبعي صوت حنا مدبادان سيلا مدتاز بيدبا وحان سوغي نهشيز افقوباتسيا ودن عيه كالدوان اقولا كسادن كيدا وغوص الشو مدحوين حاس الشيخ اللبديس اقع موت كالقارين ايا مدحوينها سوماليا وحينتي خلاف كونفور قلبيدي دولة فدرال كسوب بحي وقادي يتلها بكستا وميش او كاكسارا يلاف تقرين بانا قعانت ميدو كوكد بيه فرريمو ايه هذا لا عنده بحين او بدن حرقلن ايه حيصاد داد كرر كونفور قلبيد ايه مديسان انو غيران لغو امسيا اما هوس لوردغو بلسا تها بدل كيدا فيلا سوماليا يا قعانت بديح كوا دش قوين كدنا لاف تقرين يمام ملكيسا افردن سديد دي ساعي وقدم بيه وها ديارا لو ودا ساري لبو فديو اوكال دوان وحو مدحونه لكل من معارض كلاف تقرين يا دن بدوبي وان حزب جيس يو بي دي كعصلي انه او كانان بدل كلافت جرين تلابه دي قدن بيسانا وحاي نغطي ان مدحوين حسن شيخ وقادة ان لتليه اسا شرعقا اي حيلان انت قران كاو ورصده انه او كانان تلابه شرعي وكو ادن وحاو كي يلا يلافت جرين هدي بهشيس اي قاري وايان قل الميديا وحاي كحيقة تميد كميد السياسيين تا صومالي دا ان ورك حيلان تقو يحاي مسي سال عدق لو الالي برسو لي هجرتان رسميا ولا يسانك حكوان فرق البيض ايسان حقيتين إن هلان مدح تويدا الصومالية كيف كريس إنه دلبطو إن هلان سو صارت أمر قبشاء وكذا المسؤولين تكون فرق البيت حتى نمد الله هو وين لفت جران وسعة دوش شيء جايين وسنتجي دورين مقدشو ما داش أنا كغيب جلين لكن شركة ما داش أقوله قبتر دوس مرعب أمك اسمعيو أي هان إسا حلك الرسمي جا إيه وشركة كغيب جل كراو كليا وقدم بين وح يكون فرق البيت قرشي سين قاعد فرصة قبشاء الدور شاع وأنا دمات كبشان لقي يا باين مركي وجوه الرسي كونفور قلبين مدحوين لفت قرن وكودا واقا قدقا قبشة لدورشة مامل كو كونفور قلبادو مدح بنان تاي ساسو تيتسوس بنان كو كينيسا انو تباش مشروعي مدحوين حسا شيق ايها قبشة لدورشة قوفيعد دولت قبل يادو دان الباب كاسو نغان ايو ميد يادو كفر مدونا American International School oo xarumo kula dalka Mareykanka ayaa lagaga furay magaalada Nairobi waxa uu ku hayaa tacliin tayo sare leh oo la mid ah tan USA iyo shahaado ilmahaaga uu ogolaanayso gelida jaamacadaha Mareykanka qabashada ardayda ayaa socota kala xiriir telefoonada shaashada ka muuqda